بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور عادل الخطيب من قسم علوم الحاسوب بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب بجامعة اليرموك بمحاضرة التعلم عن بعد ليوم الاثنين 27/4/2020 لمادة CS 110 وهي البرمجة بلغة الفيجوال بيزك لطلاب كلية الطب والصيدلة والعلوم. موضوعنا اليوم هو استكمالا للشابتر الخامس وهو البروسيجر. البروسيجر راح نناقش فيه مره ثانيه نراجع الفانكشن البروسيجر، نتعرف على الفانكشن البروسيجر واجزائه وعمليه الكولينج له، السب بروسيجر، الفرق بين الفانكشن والسب بروسيجر انه الفانكشن بيرجع قيمه، السب بروسيجر ما بيرجع قيمه، من ناديه بيشتغل بنعمل له اكسكيوشن وما بيرجع قيمه. بعدين راح نراعي الباراميترز اللي بنبعثهم، هل هم باي فاليو ولا باي ريفرنس بالجزء الثالث. فخلينا مباشره نرجع للتمرين اللي عملناه المرة الماضية أو نعمل تمرين مشابه له. نشغل البرمجية من مجلد مايكروسوفت فيجوال ستوديو، نبحث عنها مايكروسوفت فيجوال ستوديو، نبحث عن إشارة الماء لا نهاية اللي بتميزها مايكروسوفت فيجوال ستوديو 2010. الآن عندما تشتغل البرمجية لأول مرة بدنا نتأكد إنه بجزء تكون معمول لها دايركتد على لغات برمجة أخرى، فبدنا نتأكد إنها معمول لها دايركتد على new file new project المشروع تاعنا اللي بدنا نبني على لغة الفيجوال بيزك، لأنه زي ما بنلاحظ إنه البرمجية فيها عدة لغات، الفيجوال ستوديو فيها السي شارب الفي شارب وغيرها، فإحنا نختار الفيجوال بيزك الويندوز ابلكيشن فورم ونسمي مشروعنا، نسميه هون فانكشن و بروسيجر تشابتر 5 بتاريخ اليوم، او ما فيش داعي لتاريخ اليوم خلاص واضح لانه الاسم. فبعطينا الفورم اللي بنبني عليه الايقونات اللي بتخدم موضوع محاضرتنا، وخلينا احنا نبني ايقونتين رئيسيات بالبدايه اللي هي البوتون، وهي البوتون اللي راح نعمل عليه بريس و تكست بوكس. نوضع فيه النتيجه، بس نكبر الخط للأيقونات على أساس يكونوا واضحات على الشاشة للجميع. الآن بدي تنتبهوا الآن اليوم لتفاصيل البرنامج والكود اللي بيطلع معنا. فمثلا لو عملنا دبل كليك على البوتون راح يجيب لنا شاشة الكود. نرجع نتذكر شاشة الكود أول بأول. شاشة الكود زي ما أنتم شايفينها هي فيها public class على الفورم 1، وجوات البابليك كلاس بتنتهي بالاند كلاس هون، public class هون تبلش وبتنتهي بالاند كلاس، كله هذا على الفورم اللي احنا عاملينه، الفورم الارضيه اللي بنعمل عليها. فهذا الكلاس public للفورم اللي احنا بنشتغل عليه. لان لما عملنا دبل كليك عمل لنا جنريت وولد لنا اول سب بروسيجر مبني على البوتون 1 كليك، بحيث انه الايفنت هو بوتون 1 دوت كليك افتر الهاندلز. طبعا هنا في باراميترز بين قوسين، هذول باي فاليو باي ريفرنس، اليوم راح نتعرف كيف احنا راح نتعامل معهم. هذا السب بروسيجر اللي بيبدا بكلمه سب وبنتهي بانت سب هو اول بروسيجر احنا راح نبنيه، بس هذا بحدث عندما احنا نعمل كليك على البوتون، ما بتتم مناداته، بتم تشغيله من خلال النقر على زر البوتون 1، ما بتم مناداته، ممكن احنا نناديه بس احنا عاده بتم الاند يوزر بيقوم بالنقر على هاي الكبسه، تماما مثل كبسه الايميل اللي بتكون على شاشه الخلوي، او كبسه الفيسبوك اللي بتكون على شاشه الخلوي، انت لما تعمل تاتش لها او نقر عليها بتقوم بفتح البرنامج المعني، برنامج الايميل او برنامج الفيسبوك المعني. فبدنا نعمل منها احنا مباشره تعريف ديم اكس از انتجر، للي المره الماضيه ما لحقش يفهم فكره الفانكشن
وتساوي 5. عرفنا متغير، متغير من نوع انتجر وقيمته 5. لسه احنا بنشتغل بالبوتون 1 دوت كليك بالايفنت اللي على النقر. نفس الاشي انا بدي اعمل الان y وy تساوي 6. الان ما بدي اجمعهم هون، كنا نجمعهم ونقول dim مثلا result as integer و الريزلت، نحكي الريزلت تساوي x زائد y. هاي عملية جمع عادية من خلال arithmetic operation وهي عملية الجمع. ما بدنا نجمعهم هون، بدنا نروح نجمعهم ب function بأساس نتعرف على أجزاء الفانكشن. بدنا نيجي نحكي هنا، لاحظوا بالجزء اللي خارج السب بروسيجر تبع الكليك، ولكن داخل إطار البابليك كلاس تبع الفورم، يا إما بالأعلى يا إما بالأسفل. بنعمل، حكينا زي ما حكينا المرة الماضية، فانكشن ببلش بفانكشن كلمة محجوزة، وبعد الفانكشن بنعلن إنه إحنا بدنا نبني فانكشن وهو عبارة عن بيوزر ديفاين فانكشن نسميه مثلا سم فانكشن. والسم فانكشن هذا باخذ باي فاليو القيمه A as integer، وكمان باخذ الباي فاليو البي as integer قيمتين A و B، لأنه راح نودي له X و Y و Z. وهذا الفانكشن sum function تاعنا اللي احنا سميناه sum function، احنا سميناه sum function، راح يرجع لنا قيمة as integer. لو عملنا الآن enter راح يعرف انه بدنا نبني function واعطانا ال end function. فالfunction ببلش ب function و end function، البروسيجر ببلش ب sub و انت سب. طبعا البرايفت بامكاننا احنا نشيلها هاي، انه برايفت خاص او عام، الببليك عام البرايفت خاص، بس اسم ببلش البروسيجر من هون. الان الفانكشن لاحظ انه بعطيني خطا، لانه الفانكشن فيه ريتيرن، بدنا ريتيرن مثلا للزد، نعتبر انه بده يرجع لنا قيمه الزد. طبعا هون الزد مش معرفه، ما راح فما راح يتعرف عليها، بدنا احنا نعمل ريتيرن ونعرف زد. هون ديم z as integer وتساوي، ما تساوي ولا شيء، بدنا نعتبر انه z تساوي a زائد b. a زائد b هم التو باراميترز a وb اللي بدنا نودي لهم القيم x وy، وبرجع لنا قيمه z. لا للحظه هاي احنا ما نادينا البروسيجر، ما نادينا الفانكشن. طيب كيف بدنا ننادي؟ بتم مناداته من هون، نحكي له الاكس والواي هذول بدنا نوديهم على الفانكشن. شو اسم الفانكشن؟ سم فانكشن. هاي سم فانكشن تعرف عليه، اللي عرفناه هون تعرف عليه الكومبايلر. سم فانكشن، سم فانكشن بده يروح له اكس وبده يروح له واي، القيمتين هذول. اكس كم قيمتها؟ 5. اكس قيمتها 5، راح ننادي احنا الفانكشن اللي بنيناه اليوزر ديفاين فانكشن، ونبعث له اكس، والاكس راح تسلم قيمته اللي هي 5 للاي باليد. هون هذا اسمه argument، هذا اسمه باراميتر، والباراميتر هذا بيستقبل القيمه باي فاليو، بمسك القيمه اللي هي 5 وباخذها من الاكس وبحطها باي، بتصير قيمه. انا لما اعمل كولينج، جمله الكولينج هاي بتخلي الاكس تسلم 5 لاي، والواي اللي هي قيمتها 6 بتسلمها لبي. والان والدليل، انا لو اجيت قلت له الريزلت، الريزلت هي ناتج الاوبريشن اللي بصير بالفانكشن اللي انا عملت له كول، والاوبريشن اللي بصير بالفانكشن باخذ A و B بحطهم بزد، وزد برجعها من الفانكشن، ارجع القيمه زد هاي بتتخزن في فريتيرن، بتخزن القيمه بالريزلت. طيب خلينا نشوف تكست 1، تكست بوكس 1، مش عندنا تكست بوكس 1، دوت تكست يساوي الريزلت اللي هي اللي حسبناها بناء على الفانكشن. يمكن يكون عندنا الاوبشن ستريكت اون، انه هاي الريزلت هي نتيجه انتجر بدك تحطها بتكست، فخلينا احنا نعمل الاوبشن ستريكت
off عشان تشتغل حتى القيمة زي ما انتم متذكرين تشتغل حتى لو كانت انتجر تتخزن ب. فهي الأجزاء الرئيسية اللي راح نشتغل عليها بكل محاضرتنا اليوم وراح نشوف تمارين كثيرة عليها. في عندي function سميته function هذا أنا رحت ناديته بعثت له قيمة x و y هذولا اسمهن argument هون two arguments. الآن الارجمنت الأول x راح يسلم القيمة للبراميتر الأول a الارجمنت y راح يسلمها ل b. أنا راح أظل أعيد أسمائهم على أساس لو انسألت عنهم بالواجب أو بالامتحانات مين هو الارجمنت how many arguments يعني لو حكينا what is the code to calling the function هذا الكولينج فانكشن هذا اسمه كولينج فانكشن انا انعقمت بمناداه الفانكشن شو اسم الفانكشن اليوزر ديفاين فانكشن سم فانكشن هاو ماني باراميترز 1 2 طيب شو الريتيرن فاليو نوعها انتجر فعلا بجمعهم برجع انتجر خلينا نشوف الرن الان هو احنا عارفين تفاصيله بيجي باخذ هاي خلينا نوضح الكود هون شوي نوضح الكود كله مع الـ مع ال فهي اوكي راح ودى القيمتين وداهم هون جمعهم وارجع القيمه زد خزنها بالريزلت والريزلت احنا اظهرناها فعلا هيك اليوزر ديفاين فانكشن بيشتغل الان بدي اعطي مجال للي عنده اي تساؤلات خلينا نكمل عند ما وصلنا فاحنا حكينا انه الفانكشن ببلش بفانكشن بانت فانكشن اسم الفانكشن وهون البارامترز والبارامترز باي فاليو بنعرفهم بنوديهم باي فاليو الان نيجي لموضوع السلايدات ونشوف الطرح اللي طارحينه بالسلايدات بيحكي عندنا البروسيجر هو الشابتر اسمه بروسيجر البروسيجر هو مجموعه من الاسطر بتكون مصممه زي الفانكشن اللي عملناه هذول الاسطر بتنفذوا لما ناديهم الان بيكون يا اما بيكونوا من نوع فانكشن او بيكونوا من سب بروسيجر والقيم اللي بنوديها لغايه الان اذا بتلاحظوا هي كلياتها باي فاليو يعني نرجع للبرمجي كلها بنوديها باي فاليو الجزء الاخير راح نودي باي ريفرنس بدل باي فاليو باي ريف وراح نشوف كيف شو المقصود بباي فاليو وباي ريفرنس احنا لغايه الان باي فاليو كله بنوديه بنسلم القيمه 5 اللي باكس لايه تسليم هيك باي فاليو انا بدي اسلمك القيمه باي فاليو طيب الان هذا المثال تقريبا شبيه للمثال اللي برمجناه المره الماضيه وللمثال اللي برمجناه قبل شوي بيحكي الفانكشن انه انت بتقدر تستدعي مئات المرات الاف المرات تصوروا لو انه هذا بيجمع علامه الميد والفاينل وانا هون بفور لوب بودي له كل علامات الشعب الميد والفاينل وبناديه ما فيش داعي احنا نعمل عمليه جمع للطالب الاول والثاني والثالث والرابع بس انه بنودي له علامات الطلاب بفور لوب زي الريبيتيشن الماضيه وهو بيجي بيجمعهم برجع لنا قيمه التوتال مارك لكل طالب فاحنا بنختصر يعني حوالي قديش خلينا نحكي عندنا 45 طالب بالشعب بنختصر 45 جمله جمع بمناداته من خلال الفور لوب فور لوب من 1 ل 45 نادي لي الفانكشن وودي له قيم الطالب الاول بجمعهم برجع لنا القيمه وهكذا فثلاث جمل بتعفينا عن منادات مثلا كود مئات الاسطر الان الفانكشن كمان الفانكشن اللي احنا عرفناها هذا يوزر ديفاين فانكشن هو نوعين يا اما بيكون بيلت ان فانكشن يا يوزر ديفاين فانكشن اليوزر ديفاين فانكشن تماما مثل اللي احنا عرفناه هذا يوزر ديفاين فانكشن انا عرفته انا اليوزر انا المستخدم للجهاز عرفت هذا الفانكشن وعلمت هذا الفانكشن انه بده يوصلك قيمتين والقيمتين بتجمعهم ترجع لي مجموع بعد شوي ممكن اقول له لا اضرب لي اياهم القيمتين هذول بدك تضربهم القيمتين لنفرض انهم مثلا اطوال مربع او مستطيل اضرب لي اياهم وطلع لي مساحه المستطيل وهكذا انا بعلمه انا بتحكم بادارته يا اما بودي له باراميتر واحد اذا كان مربع بودي له بس الضلع اذا كان مستطيل بودي له الطول والعرض باراميتر هاي هيك باراميتر واحد هيك باراميتر واحد هذا اسمه باراميتر هيك تو باراميتر اذا يا اما بكون باراميتر واحد يا اما بكون سيفرال باراميتر 2 3 4 وممكن انا انادي فانكشن ما اودي لهوش ولا باراميتر راح ناخذ درس الان لقدام النادي الفانكشن هذا ورا باراميتر طبعا هيو بيسالني بقول لي وين A و B مش شايفهم انا بدي اياهم باراميترز طبعا بكونوا ما بدنا احنا مش بحاجتهم بال نو باراميترز
أو من ود باراميتر من نوع بوليان. طيب نيجي للجزء الأول البلت إن فانكشن. المرة الماضية وضحنا البلت إن فانكشن إحنا بنستخدمهم من أيام الشابتر الثاني، من ناديهم ونودي لهم قيم وبرجعونا. متذكرين الانت؟ الانت ونودي لها 2.6 بالعشرة بترجعينا 2. بنقول مثلا لما نيجي نحكي هون، لما كنا نحكي هون نقول الريزلت تساوي الانت مثلا 2.6 بالعشرة، ونروح نظهر 2.6 بالعشرة يجي يقول لنا 2.6 بالعشرة هي الانتجر منها 2، ما يقربهاش. هيك بيشتغل البلت ان فانكشن. هذا بلت ان فانكشن. الماث دوت راوند هذا كمان بلت ان فانكشن بيقرب. الماث دوت سكوير برجع لنا الجذر التربيعي. فهذولا اسمهن بلت ان فانكشن، مبنيات اصلا باللغه، احنا ما فيش داعي نبرمجهم ولا في داعي انهم يكونوا كودهم موجودين قدامنا، بس بناديهم وخلص هم بيشتغلوا، بيكونوا مخبيين بالبرمجيه بالفيجوال ستوديو، ببرمجيه الفيجوال ستوديو. هاي البلت ان فانكشن احنا بنشتغل عليها من زمان. اليوزر ديفاين فانكشن بيحكي هذا السلايد، كل الحكي اللي حكيناه اثناء تنفيذ الكود بيحكي هذا السلايد. بقول ترى اليوزر ديفاين فانكشن ببلش بفانكشن بينتهي بانت فانكشن، فيه جمله ريتيرن بتسميه انت باسم بدك اياه، بتودي له قيم باي فاليو، ممكن تودي له باراميتر واحد اثنين هي مودي له او اكثر، وبرجع قيمه. فهو بشرح الشيء اللي احنا حكيناه، وهذا هو اليوزر ديفاين فانكشن. وهنا بشرح هاي التفاصيل كيف الارجمنت. هاي مثلا بقول لك لما احنا ننادي الفانكشن من ناديه باسمه بنودي له الارجمنت 1 و 2 3 للنهايه، زي لما ناديناه هون. نرجع للكود، هو بيحكي عن الجزئيه هاي. زي لما ناديناه هون قلنا له سم فانكشن، ودينا له الارجمنت اكس واي، هو مناديهم بدون ما يستقبل القيمه، وقلنا الخطا انه ما راح يرجع، ما راح نستقبل احنا النتيجه، فبالتالي النتيجة بتكون مغلوطة، لازم احنا نستقبل القيمة. طبعا هو حاكيها بالسلايد الثاني، بقول الفانكشن لازم نستقبل القيمة، لازم نستقبل قيمته، يا اما بمتغير، لاحظوا، يا اما بمتغير، يا اما بنستقبل قيمته بنضيفه على ليست بوكس. فمثلا هون بالمتغير بنعرفها، زي لما خزننا الريزلت قبل شوي لما نادينا الفانكشن. الجزئية الثانية اللي هون بدناش نستقبل القيمة، نوقف هذا الكود الريزلت، وبدنا نستقبلها مباشرة بالتكست بوكس، أو زي ما هو عامل بالضبط بدنا نستقبلها بالليست بوكس. خلينا نعمل ليست بوكس زي ما هو عاملها بالضبط. هاي هو عامل هون ليست بوكس جديد غير عن التكست بوكس هذا، مشان هو يعني نقلده 100%. ونيجي على الليست بوكس هذا نعمل حجم الخط 16 بولد. والآن نحكي له هون يا ليست بوكس ما بدنا نستقبلها ونوديها على التكست بوكس، نستقبلها بالريزلت. نقول له مباشره ليست بوكس 1 دوت ايتمز دوت اد، ونضيف جواته القيمه اللي راجعه من الفانكشن الناديه. ها من النادي الفانكشن، والفانكشن بيرجع لنا قيمه ما بدنا نخزنها بالريزلت، بقول ما بدنا نظهرها مباشره على الايتم. فهون نفس الاسلوب، بس احنا ما فيش داعي نستخدم الريزلت هاي. اوكي بيجي بيظهر لنا اياها، بس هو ضربها. ليش ضربها؟ لان انا خليت هون عمليه الجمع، عمليه الضرب. طبعا انا بدي ارجع الجمع عشان يكون الاسم منطقي ومتناغم وايكوفلنت انه بيجمع الرقم. هاي رن. فهاي عمليه ثانيه من استقبال من استقبال الفانكشن. يا اما بتستقبلها بمتغير، والمتغير بتودي على ايقونه بتشوفه او تطبعه، او مباشره بتستقبله على الليست بوكس او التكست بوكس. ممكن كمان نفس الشيء نرجع للتكست بوكس هون نحكي له تكست بوكس 1 دوت تكست تساوي السميشن من الفانكشن. فمباشره هو بروح بحسبهن وبظهرن بي، راح يظهرن على الاثنين هسه، مره هون ومره هون، لانه تم مناداه الفانكشن مرتين، مرة بظهرها هون ومرة هون. عاد واضح، هاي هون بظهرها هون وبظهرها هون، ما استخدمناش الريزلت الوصل. فهي عملية استقبال القيمة، بدكم تتذكروا كيف احنا نستقبل القيمة الراجعة من الفانكشن. هون هو عامل تمرين، التمرين هو تمرين بسيط جدا، بيحكي لك في عندي فانكشن، الفانكشن اسمه فانكشن فهرنهايت تو سلسيوس، بيحول درجة الحرارة لفهرنهايت تو سلسيوس، ومستخدم المعادلة الرياضية اللي بالفيزياء.
قبل ما نيجي على هذا يعني هذا عبارة عن تمرين بقول دخل درجة الحرارة بالفهرنهايت هون احسبها عملية الحسبة من النادي هذا الفانكشن نعمل كليك بوتون بنودي له درجة الحرارة درجة الحرارة بنوديها لهون بيعمل العملية وبرجعها لهون راح نبرمج هسه قدامكم كمان بس خلينا ناخذ برضه بعض التساؤلات احنا نبنيها هاي ميوت اول طيب معادلة الفهرنهايت وسلسيوس أول شيء بدنا نقول له فهرنهايت تو سلسيوس الآن هذا بيستقبل قيمة واحدة اللي هي تمبريتشر بس والقيمة هاي بيحولها لقيمة دابل لأنه بيعمل عمليات حسابية بيحولها لقيمة دابل طيب بدنا نعمل الريزلت هون ديم فهرنهايت تو سلسيوس وهون بده يرجع لنا الريزلت هون المعادلة الريزلت ال هون الريزلت دابل وهنا الريزلت تساوي الريزلت شو تساوي؟ تساوي المعادلة هاي اللي عندنا بال هون كوبي ريزلت احسب لي الآن هون بنحكي له درجة الحرارة خلينا ناخذ مثلا 98 اللي جربناها وهون بنحكي له النتيجة اللي راجعة مثلا W اللي راجعة هاي W وهون بدنا نظهرها بالتكست بوكس هون بدنا النادي هون اسمه فهرنهايت وسلسيوس فهرنهايت وسلسيوس ونودي له قيمة X بس هذا ما بده غير argument واحد طيب W الW إن بنستقبل بها القيمة أو بنظهرها مباشرة يعني بدنا خلينا نظهرها مباشرة الآن فهرنهايت وسلسيوس نادينا هي عملية الكولينج للفانكشن الفانكشن بده أرجومنت واحد هاي الأرجومنت X اللي هي 98 بنوديها إله شو بيجي بيستقبل التي التي بنقصها من 32 وبضربها في 5 على 9 المعادلة هاي وبرجع لنا الريزلت وبخزنها هون خلينا نعمل رن مباشرة رن بيجيب لنا 36 و6 بالعشرة طبعا بدها تهذيب خلينا نحكي انها بدنا اياها هاي القيمه نعملها فورمات تتذكروا فورمات نمبر من خانتين عشريات او من خانه واحده حتى عشريه هاي فورمات نمبر هاي فورمات نمبر تتذكروا البلت ان فانكشن هذا الفورمات نمبر بيستقبل القيمه اللي بيكون فيها كسور وبيقرب لنا اياها لاقرب فاصله عشريه واحده اللي هي ظهرت 36 و6 بالعشرة فالآن 36 و7 بالعشرة اللي هي درجة حرارة جسم الإنسان 98 فهرنهايت لما نحولها بتصير فواضع عملية منادات الفانكشن واليوزر ديفاين فانكشن كيف عرفناه وهو هون نبرمجها بطريقة مختصرة عامل جملة الحساب بالريتيرن مباشرة احنا هون رحنا عملناها بجملة وخزناها بالريزلت ورجعنا الريزلت نفس الشيء بصير انا اقول هاي هون عملية الحساب هاي كلياتها لأنها جملة واحدة حطها بالريتيرن وبالتالي إحنا بنختصر ثلاث جمل بس إنه جملة الريتيرن الريتيرن بحسب التي اللي وصلته طيب نرجع للجزء الثاني من محاضرتنا عرفنا كيف بنينا هذا الفانكشن اللي بيعمل اللي هو يوزر ديفاين فانكشن بيعمل معادلة التحويل من فهرنهايت لسلسيوس فبالتالي أي ديزاين بيجينا الآن بنقدر نعمل له فانكشن نقدر نبني له فانكشن والنادي من المين كود تاعنا هون بحكي برجع بحكي وباكد بقول ترى الهيدر هذا الهيدر هيو شايفينه الهيدر تاع الفانكشن اللي بيظهر عندنا هون هذا الهيدر اللي هون بيظهر عندنا اللي احنا بنبنيه ترى احنا هذا لازم نكتبه من اوله لاخره هذا ببلش بيقول لنا هذا فانكشن هذا اسم الفانكشن الفانكشن نيم هاي الكلمة محجوز مشان نعرف انه فانكشن هذا الباراميتر الاول لاحظوا هذا بقول لك هذا باراميتر الاول الباراميتر سلمت اليه القيمه بالباي فاليو ديكلاريشن كيورد بالجزء الثاني من المحاضره راح يصير قول له باي ريفرنس نسلمه بطريقه ثانيه نوع الباراميتر الداتا تايب للباراميتر شو الداتا اللي بالباراميتر والقيمه اللي راجع فمن الهيدر انت عرفت انه في يوزر ديفاين فانكشن شو اسمه كم باراميتر بيستقبل فبالتالي بالكولينج راح تعرف كم argument راح نودي فممكن يجيك الهيدر هذا ويقول لك how to call this function
كيف انا بدي اعمل كولينج لهذا الفانكشن؟ الان في قيمه راجعه، بقول الريزلت، ها لو بدي انا اعمل بقول الريزلت، الريزلت اللي راجعه من الفانكشن راح تساوي، بنادي الفانكشن اف 2 زي ما كنا نعمل 2 فهرنهايت 2 سلسياس، وبودي له قيمه التمبريتشر، لنفرض انه انا بدي اودي له تي تمبريتشر. خلص انا عملت كولينج، شو الجمله الصحيحه لعمل كولينج للفانكشن؟ هيها اني انا ناديت الفانكشن وديته الارجيومنت واستقبلت القيمه اللي راجعه. فمن الجزئيه هاي بنعرف كل التفاصيل، هي مراجعه للإشي اللي مر معنا هناك. الان بحكي كيف بدك تعمل فهرنهايت تو فانكشن، احنا عملناها وهيك كيف تعملها وهيك كيف تنادي وهذا الفانكشن. لاحظ هنا حط الفانكشن او طبع الفانكشن اليوزر ديفاين فانكشن بالاسفل، بصير بعد السب بروسيجر تبعت الكليك، ما في مشكله. وهاي الكلاس وهاي الببليك كلاس، المهم انه خارج السب كلاس. لاحظ هذا السب تبع الكليك وهذا الفانكشن خارج، ما في مشكله. يعني هو بقول نهايه عمليه الكولينج للفانكشن، فانكشن كول، هاي الجمله اللي بتعمل كولينج للفانكشن، ودينا له 212 برجع لنا 100 سلسيوس مثلا. بجرب على مثال. هنا في فانكشن ثاني، تدريب ثاني بحكي انا بدي اودي بالتكست هون سالم علي كامل جابر مثلا، هذا بدنا نودي هذا الاسم الرباعي ويقطع لنا الاسم الاول. فلاحظوا هذا السترينج كامل وديناه بالفانكشن. فانا لما بدي انادي الفانكشن، لنفرض اني بدي انادي الفانكشن، في عندي انا كليك وبدي انادي له الفانكشن، كيف بدي انادي؟ بدي انادي باسمه، وين اسمه هاي الفانكشن؟ فيرست نيم. باجي بحكي له هون هذا، لنفرض انه التكست بوكس 1، هذا اللي هو تكست فيرست، تكست بوكس 1، خلينا نعتبره تكست 1، تكست 1 اللي هو هذا اللي هون، بدنا نوضع فيه القيمه اللي راجعه من الفانكشن تبعنا الفيرست، اسم الفانكشن بناديه فيرست نيم، اسمه كامل بكتبه، هاي انا بكتبه لو اجاني كيف بدي اناديه، طبعا بناديه من جوات الكليك، وبودي له الاسم اس. طب شو فيها الاس؟ هون بيكون قبليها جمله، هون بتكون قبليها جمله، هون في الاس معرفه، هي عباره عن سترينج وتساوي التكست فول نيم، الفول نيم اللي جوات التكست فول نيم، بكون انا وديت للفول نيم، بيجي لهون الفول نيم اللي هو الاس، هيها بيجي لهون. طب شو بيسوي هذا؟ بيجي بيعرف متغير اسمه فيرست سبيس، بيروح بيقول الفيرست سبيس هو الفول نيم اندكس اوف اول فراغ. تتذكروا هذا اخذناه بايام الشابتر الثاني لما عملنا الاندكس اوف، بيجي بيرجع لي وين هي اول فراغ موجود، بيجي بيعد 0 1 2 3 4 5 هون اول فراغ، هون بدور على اول فراغ بلاقيه، بقول لي ارجع لي السب سترينج، متذكرين السب سترينج بتقص، قص لي من عند زيرو لعند اول فراغ، من عند زيرو لعند اول فراغ راح يقص كلمه سالم بس، صح ولا لا؟ بقص من عند زيرو، هاي زيرو بقصها 1 2 3 4 بقصن، وين بوديهن؟ بوديهن على الريتيرن فاليو، الريتيرن فاليو وينها؟ راح تظهر بالتكست بوكس 1 هون سالم. فواضح الان هذا التمرين شو بيعمل؟ انه في عندنا فانكشن، الفانكشن هذا راح نودي له الاسم كامل، هو بقص لنا الاسم الاول. الان تمرين ثاني الكو تدريبي بعد ما تدرس الماده، بدي تعمل لي الفيرست نيم والسكند نيم والثيرد نيم، تقص لي الاسم الاول والثاني والثالث، بعد الفراغ الاول بلش ابحث عن الفراغ الثاني وقص لي الاسم الثاني وجيبه بالسكند نيم. تمرين هذا خارجي، للي بده يبرمجه يبرمجه ودي لي اياه، هذا تمرين خارجي راح انا احط عليه علامه زياده للي برمج صح. يعني كيف انت تقص الاسم الاول، الاسم الثاني، الاسم الثالث، الاسم الرابع، تحطهم هنا فيرست نيم، سكند نيم، ثيرد نيم، فاميلي نيم. ومره تعرضنا لها واحنا نشتغل ببرمجيات السالري، اجانا اسماء من الاحوال المدنيه، اسماء فول نيم، اسم مثلا سامي محمد جابر، وبدنا نقسمهم الى الاسم الاول بحجره والاسم الثاني بحجره، ونحطهم باكسل فايل باعمده مشان نعرف الاسم الاول والاسم الثاني. وكان عندنا حوالي 5 ملايين اسم، فبدنا نعمل فور لوب ولف عليهم. احنا بدنا نعمل لاسم واحد، اذا نجحت لاسم واحد بنوديهم بفور لوب.
فالفكرة عملية جدا. تصوروا أنه أسماء مثلا المحافظة أو أسماء طلاب الجامعة كلهم إجوا بملف ملف وورد، والأسماء عبارة عن أربع مقاطع، من نقسمهم للإسم الأول والإسم الثاني والإسم الثالث بالسيستم، يعني يجوا على القبول والتسجيل، وبدنا نقسمهم بأسماء المقبولين بالجامعة بالسيستم. فالتمرين عملي حقيقة، هي هون بشرح لك كيف التفاصيل وبشرح لك الفانكشن. هي هون لما نادى الفانكشن، لاحظوا هذا هون الجزئية هاي هي اليوزر ديفاين فانكشن. طبعا هو مش كاتب لنا البابليك كلاس والاند كلاس، معتبر انه احنا فاهمينها. وهذا هون بقول لك ادخل الفول نيم، الفول نيم اخذه من التكست بوكس، هذا عرف الفول نيم اخذه من التكست بوكس ووديه، ودي نادي الفانكشن. هاي هون نادى الفانكشن، عمليه الكولينج للفانكشن، وداله الفول نيم، بيستقبل الفانكشن، بدور على اول فراغ، بقص من عند صفر لعند اول فراغ، وبرجع لنا الاسم الاول. فالفكره بسيطه جدا. باقي هاي هون عامل هو مثال على فرانكلين. هنا مثال ثاني بيقول في عندي فانكشن راح يعمل باي، راح يعمل دفع. الفانكشن هذا راح يدفع الرواتب لمده اسبوع. هم عندهم نظام الرواتب الامريكي، كل اسبوع بنزل الراتب، كم ساعه عمل اشتغل وقديش الساعه عليها، واذا اشتغل زياده عن 40 ساعه بعطوه اوفر تايم مره ونص على الساعه. فهم بتنافسوا، فبالتالي عندهم الانتاج بيكون اكثر، لانه بتنافس انه يشتغل ساعات عمل اكثر من 40 ساعه. 40 ساعه يعني انت تقول، لما تقول بخمس ايام، 5 في 8 8 ساعات عمل 40، هاي ساعات العمل الطبيعيه للحمال او للباجرز او للموظف، او مش الموظفين اللي هم اللي بيشتغلوا العماله اللي بيشتغلوا بالانشاءات اللي بينشئوا الطرق وبينشئوا. فبتلاقيه بده يشتغل مثلا بدل 8 ساعات 10 ساعات باليوم او 15 ساعه باليوم، بده يشتغل النهار ولبعد المغرب مثلا، طول النهار من 8 الصبح لبعد المغرب. فلاحظ اذا جمع اكثر من 40، او بده يشتغل مثلا بايام العطل، اذا جمع اكثر من 40 ساعه، فهون استخدم بهذا التمرين وبهذا الفانكشن بده الويج، كم تكلفه الساعه العمل لهذا الموظف والاورز وساعات العمل خلال الاسبوع. بوصل، عارفين كيف احنا نوديهن زي ما ودينا اكس واي. بيقول لك الاماونت اللي راح يحصل عليها هاب بتعتمد على الكيس ستيتمنت التالي. الكيس ستيتمنت اخذناها بالشابتر الماضي. شو الكيس ستيتمنت؟ بتشوف عدد ساعات العمل، اذا اقل من 40 او يساوي 40 فمعناته هو مشتغل الوضع الطبيعي وباخذ الويج العادي، يعني نفرض 15 دولار مثلا على على الساعة، فباخذ 15 في 40 او 15 في 30، 15 في 35 باخذ الراتب العادي. لكن اذا كان مشتغل اكثر من 40، هون الان بده ياخذ اوفر تايم على مثلا الخمس ساعات اللي اشتغلهن اكثر، يعني نفرض انه اشتغل 45 ساعة، في منهن 40 راح ينحسبن زي هون اللي هم، لاحظوا الويج في 40 هذا الجزء، نفس المعادلة اللي هون الويج في 40، بس هون قال بجزء يكون 40 او اقل، لكن هذا الجزء 1.5 الويج في اورز ناقص 40، يعني الخمسه اللي ظلوا اورز ناقص 40، 45 ناقص 40 خمسه، هذول خمس ساعات راح ياخذ عليهم مره ونص سالري. فهو تمرين يعني بيوضح فكره وبقول لك قديش انت اشتغلت، كم ساعه عمل، اي هون موضح كم ساعه عمل اشتغل وكيف ينادي الفانكشن. وهذا باقي الـ هذا الفانكشن تاعنا، وهي عملية المناداة. هاي هنا هو مشتغل 45 ساعة زي ما توقعنا أكثر من، وهنا 14.5 دولار على الساعة، ومطلع له 688 دولار حصل بالأسبوع، لأنه اشتغل خمس ساعات إضافية فحصل عليهم مبلغ إضافي. فالآن هذا السلايد، هذا السلايد هو سلايد أول واحد ناقشنا كيف يعمل سميشن، والسميشن كيف بيعمله. وهون ما في داعي احنا نرجع نشرح، وشرحناه بالتفصيل. هون في عندك كوست اوف ايتمز، سعر الايتمز، هو عباره عن يوزر ديفاين ايتمز. بقول لك البرايس سعر القطعه الواحده، في عدد القطع، البرايس في الكميه. مثلا نفرض انه هذا بنتج مثلا علب بسكوت، مصنع بنتج علب بسكوت، قديش سعر القطعه؟ سعر القطعه مثلا دينارين، في كم قديش الكمية اللي اشتراها؟ مثلا 10، 2 في 10 20، عادي، هذا مثال حقيقي لعدد القطع. لكن الاشي اللي ظهر فيه هذا انه الفانكشن
ما فيهوش parameters. بدكم تنتبهوا، عنوان user defined function having no parameters، ما في parameters، ما بده قيم ياخذ حتى يحصل. طب من وين بحصل الكميات؟ لاحظ البرايس بحصل عليها من التكست، والكوانتيتي بحصل عليها من التكست الثاني، بيجي بقراهم داخل الفانكشن، ما فيش داعي يوصلوا، بقراهم داخل الفانكشن وبعمل المعادله وبرجع الكوست. فالفكره من هذا السؤال انه هاو ماني باراميترز؟ زيرو، نو باراميترز، فيش باراميترز لهذا الفانكشن. فاحنا لما من النادي بنقول الريزلت تاعته، النتيجه تساوي من نادي اسمه هذا الكوست اوف ايتمز، الكوست اوف ايتمز، بس خلينا نختصر كوست اوف ايتمز لانه عملت الكتابه صعبه على في ولا شيء، فيش ولا باراميترز. هاي بيحكي لك انه ما في باراميترز، ممكن يكون ولا باراميترز بس انه القيم اللي بده اياهن بيقراهن جوات الفانكشن. هون في عندنا فانكشن بيرجع بوليان، فانكشن بيرجع بوليان، يا اما بيرجع فولس يا اما ترو، بنودي له الرقم دبليو، بيجي بيقول دبليو مود 2 يساوي 1 فهو فولس، بيرجع لنا فولس، مش 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 زوجي هذا الرقم، اذا غير ذلك بيرجع ترو. لاحظ في هون، في هون جملتين ريتيرن، مش جمله واحده، هاي جمله وهاي جمله، لكن واحد بتتحقق وترجع، ما بيرجعنش الثنتين. يعني اذا كنا احنا ودينا له خمسة راح اقول خمسة مد اثنين يساوي واحد، نعم ترو، برجع من هون من عند الريتيرن برجع وما بكملش. لكن لو ودينا له مش خمسة، ودينا له أربعة مد اثنين تساوي واحد، لا ما بنفذ هاي الجملة، بيجي بنفذ بالأربعة، بيجي بنفذ هاي ترو وبرجع ترو. ففي جملتين ريتيرن بس واحد اللي بتتنفذ كل مرة وبرجع لنا القيمة، هل هو فردي أو زوجي؟ هو ده بسأل، هل هو زوجي؟ ترو. هل هو زوجي؟ فورس. لا. البروسيجر الجزء الثاني، اول شيء اخذنا اليوزر ديفاين فانكشن، البلت ان فانكشن، بعدين البروسيجر. خلينا ناخذ اسئله منكم. البروسيجر، البروسيجر هو الجزء الثاني من محاضرتنا. اخذنا الفانكشن وقلنا في، هي الشابتر اسمه بروسيجر، فيه فانكشن وفيه بروسيجر. البروسيجر ببلش بصب وبنتهي بإتصب. نرجع للكود تاعنا، هذا ال هذا بروسيجر ببلش بصب وبنتهي بإنصب، بس هذا البروسيجر مبني على الكليك واحنا ما بنينهوش. لكن لنفرض انه بدنا نطبع النتيجه، هون بدنا ننادي الفانكشن، هاي هون انا بدي ارجع انادي الفانكشن هذا اللي بيعمل فهرنهايت وابني لكم بروسيجر. هون بدي اقول له الجزئيه هاي كات، واقول له الدبليو تساوي، هون الدبليو تساوي، الدبليو تساوي الفانكشن 2 فهرنهايت 2 سلسياس، ويا فهرنهايت 2 سلسياس خذ الاكس او التي، خلينا نعتبرها التي زي المثال، وعرفنا هذا المثال شو بيشتغل، بروح بناديهن. الان التي الدبليو، الدبليو ما بدنا نطبعها هون، بدنا نوديها على بروسيجر ثاني، هذا يوزر ديفاين فانكشن، هذا الكليك بروسيجر. هون انا بدي اروح ابني لي فانكشن ثاني، خلينا النادي، بدي اقول له يا بروسيجر، سب بروسيجر، بدي انادي اللي هو نسميه مثلا ديسبلاي، والديسبلاي من نودي له، خلينا اول شيء نعرفه لانه هاي انا بدي اجبره اجبار، اودي له الدبليو، وهون الديسبلاي انا وديت له الدبليو، بدي اسميه سب، السب اسمه ديسبلاي والسب انصب. الان السب بيسلم باي فاليو، بده مثلا دبليو، فانا ناديته ما استقبلت القيمه تبعته، ببلش بصب وبنتهي بصب. طب شو راح يعمل؟ راح يعمل هو بالتكست بوكس 1 راح يعمل فورمات للدبليو، مش وصلته الدبليو، راح يعمل لها فورمات. فلاحظ انا ناديته وديت له قيمه لكن ما استقبلت منه قيمه، فالصب ببلش بصب وبنتهي بانت صب، الفانكشن ببلش بفانكشن وبنتهي بانت فانكشن، وفيه ريتيرن فاليو. الصب ما في ريتيرن فاليو تماما زي الصب اللي هون، بس انه هذا انا بنيته
User Defined Procedure أو Sub Procedure. ببلش بسب بنتهي بانت سب، هذا ببلش بفانكشن بنتهي بانت فانكشن وفيه ريتيرن فاليو. انا ناديته ووديت له القيمه اللي بدي اظهرها. الان فكره السب بروسيجر يعني هي الحلقه اللي ظلت ناقصه، انه هي بتطبع لنا النتيجه بس بتطبعها بطريقه السب. السب ببلش بسب بنتهي بانت سب، هاي فكره السب بروسيجر. فباقي السلايدات معروف شو راح يكون فيهم. سب بروسيجر من ودي له باراميتر، سب بروسيجر من ودي له تو باراميترز، ومن هالسؤال سب انت سب اسم البروسيجر من ودي له باراميترز بنفذ جمل وما برجع لناش قيمه، فيهوش ريتيرن فاليو. فمثلا من احد الاسئله اللي بتتكرر السب بروسيجر فيه ريتيرن فاليو، ما فيهوش ريتيرن فاليو. حتى لاحظوا لو اجينا على الهيدر تاعه ما في از دبل برجع قيمه او از انتجر هنا، لانه ما فيهوش ريتيرن فاليو السب. هاي الفرق الرئيسي اللي بينه. الان هاي هون مثلا هو عامل البي اماونت، بيقول انه بدنا نبنيها على سب بروسيجر. هون النم 1 والنم 2، النم والنم 2 وصلوا للديسبلاي سم، السم بيجي بجمعهم وبيطلع النتيجه وما برجعش قيم. هذا سب انت سب فيهوش ريتيرن فاليو. اخذ نم 1 ونم 2 وجمعهم وطلع القيمه، اطلع القيمه بالليست بوكس وما رجعش قيمه. فهذا السب فيه قيمتين نم 1 ونم 2، راح يجمعهم ويظهرهم على الليست بوكس. وصلوا 2 و3 للنم 1 راح توصل قيمه 2، وهون 3 راح يجمعهم ويظهرهم ما برجعش قيمه. عملية المنادى، لو إن حكينا هون كيف إن النادي هذا السب بروسيجر من المين كود، بنيجي بنحكي من النادي بالشكل التالي، اسمه display sum. خلينا بس نختصر هاي display sum، وبودي له القيم 2 و3 2 و3، وبس ما بستقبل منه قيمة. فيش قيمة راجعة هون، ما فيش قيمة راجعة تماما. هي انا ناديته بالمين كود وبجمعهم وبطلع القيمه وما برجع لناش شيء. طيب هون هاو ماني ارجيومنت، تو ارجيومنت بالمين كود راح نوديهم لتو باراميترز بالصب. الديسبلاي اوتوماتيكلي الباي فاليو، هذول الباي فاليو ونوع الفاليو اللي راح توصله، وما فيش له قيمه راجعه بعد القوس، ما فيش له قيمه راجعه. فمثلا هون ناديته ووديت له 2 و3 بيطبع لي النتيجه، بيرجع ليش شيء. 4 و6 بيطبع لي، 7 و8 بيطبع لي النتيجه، هو لحاله بيطبع. هي هون في عندي ديمو ستيت وبوب، هاي سترينج وهاي دبل بوبوليشن، بيجي بيجمعهم مع بعض وبظهرهم. ديمو هذا اسم الصب، ناديته ووديت له 38 وكاليفورنيا، 38 مثلا مليون فيها هاي ولايه كاليفورنيا، ووديت اسم الولايه. الآن انتبهوا لهون الغلطة اللي صارت، الايرور اللي صار، اني انا هون ناديت البروسيجر ديمو وديت له 38 وكاليفورنيا. هل لو انا رحت ناديته بهذا الشكل صح؟ انا وديت ال 38 اللي هي الانتجر للسترينج، ووديت الكاليفورنيا للدابل، غلط. بيحكي لك هذا خطا انك تنادي بهذا الشيء. المنادى الصحيحه هي هيك، بودي له السترنج بالاول وبودي له البوبوليشن بالثاني، لانه السترنج راح يوصله بالاول، هذا نوع سترنج بودي له اياها بالاول بودي له. طيب الغلطه اللي ظهرت هون انه انا وديت له قلبت الانتجر الدابل محل السترنج، فهو ما بفهم انه هاي وديها للبوبوليشن، وباخذ اول قيمه وبسلمها لها، هاي بلاقيها غلط بكملش، فبصير ران تايم ايرور. هاي هون مودي له مودي له اس واثنين ضرب بي، بصير اس اللي هي سترينج هيها واثنين ضرب بي ناتجها بيطلع دبل، بوديها عادي. هذا عمليه منادى ثانيه بصير. اما انك تيجي تقول له قيمه دبل وبعدين سترينج بيكون غلط. هنا وداله المتغير اس وهو نوع سترينج صح، هي هون نوع سترينج اس سترينج صح، وهنا 2 في بي ناتجهم بيطلع دبل صح. عمليه المنادى بدك تنتبه لها. طيب هنا في عندنا بروسيجر
زي البروسيجر اللي قبل شوي، لكن هذا البروسيجر كمان مرة ما في باراميتر، وبما انه بروسيجر فيش قيمة راجعة هون، هذا من اصل ما فيهوش قيمة راجعة، لان البروسيجر هذا اسمه describe task. شو بيجي بيعمل؟ بيجي بيعمل في عندنا احنا هون list box، بيكون ممكن يكون في اسماء مثلا سامي واسماء الشعبة، بيجي اول اشي بيعمل dot clear بنظفهم، بعدين بضيف الجملة هاي بالسطر الأول، الجملة هاي بالسطر الثاني، الجملة هاي بالسطر الثالث، بضيف لنا ثلاث جمل هاي وهاي وهاي هون. لما أنا بدي أنادي، كيف بدي أنادي؟ بنادي باسمه، بنادي باسمه هذا، وبدون ما أنا أودي له أي إشي بنادي من المين كود describe task هاي نختصر بس، وبين قوسين لا ننسى البين قوسين هذولا قوسين، بنادي بهذا الاسم وخلص، ما بيه بدهوش parameters وهو بنفذ شغله وبظهر الشغل. فهي هون مثال متكامل. نيجي نطلع على هذا المثال. أول إشي أنت بتنقر على الكبسة، بعد ما تنقر على الكبسة بنادي الصب بروسيجر الأول، بيودي له السترينج للسترينج صحيح، بيودي له البوبوليشن للبوبوليشن اللي هي الدبل صحيح، بيعملهم أول أمر بالصب بروسيجر، بروح بنادي الصب بروسيجر الثاني، بمحي الأشياء اللي بالآيتمز وبضيف فضول الثلاث أسطر اللي قلنا عنهم. فلنتصور إنه كمان مرة في عندنا هون ليست بوكس، بنظف الأشياء اللي فيه، وبيجي بيعبي هذول الثلاث أسطر بهذا الليستة، بصير عندي سطر الأول السطر الثاني والسطر الثالث، وبرجع بكمل بيعمل سطر فراغ، هون في سطر فراغ، وبعدين بيجي بيجمع الستيت اللي هي كاليفورنيا اللي اجت من هون كاليفورنيا ستيت، وبجمعها مع population بيعمل السطر هذا. فمتى بتنفذ السطر هذا اللي بالصب بروسيجر الاول؟ بعد ما ينفذ الصب بروسيجر الثاني ويضيف الثلاث اسطر. فالنتيجة بتكون اول شيء الثلاث اسطر فوق وبعدين تحت، مش تيجي انت بالامتحان تكتب السطر هذا بالاول وبعدين تكتب النتيجة. فعملية الكولينج هي اللي بتحدد انه راح يتنفذ هذا بالاول، والاسهم بتبين هذا الاشي. الاوتبوت هيك بهذا الشكل. فهي بيحكي لنا يعني هون احنا هناك رسمناها رسم، بيقول ترى الديسبلاي الليست بوكس هيو راح يظهر بهذا الشكل. اول شيء الثلاث اسطر اللي تحت اللي بالديسكرايب تاسك، وبعدين الشيء اللي جمعه من اللي فوق اللي هون الكاليفورنيا ثلاث، جمعهم مع الجمله هاي واظهرها. هون في عندنا سؤال مطلوب حل، بقول لك what is the output after execution the from code. نطلع اول شيء انت راح تنقر على هاي الكبسه، الكبسه هاي راح تضيف لي بالليست بوكس، يعني لو احنا جينا رسمنا شو النتيجه، يعني نفرض انه هذا اول سؤال بالواجب تبع بكره، في عندي انا هون ليست بوكس، الليست بوكس راح ينضاف بها كلمه تيست، هاي لاحظ اول جمله تنفذت ضاف بها كلمه تيست. طيب شو سوى بعديها؟ راح نادى البروسيجر، هذا بروسيجر ما بدوش قيمة راجعة، فمعناته بروسيجر مش فانكشن، بنادي بيجي لهون والستة بتيجي لهون صحيح، هاي ستة دبل ماشي بتزبط ستة مع دبل، وهون خمسة وستة بالعشرة مع دبل اجت لهون. الآن بيجي بيعرف زد، بيعمل كلير، لما عمل كلير شو عمل؟ عمل مسح للتست اللي احنا ضفناها. بيجي بيقول الزد تساوي النم اللي هو نم ون هذا ستة، زائد math round للنم 2، الماث round للنم 2 كم؟ 6، 6 و 6 كم؟ 6 زائد 6 12، بيقول the result equal، بيجي بكتب هنا the result high equal 12. فشو الاوتبوت راح تكون؟ the result equal 12، مش test to the result equal 12، لأنه التست محاها هون بالجملة هاي. Comparing procedure مع function، comparing the function مع the procedure، بيحكي إنه عملية منادات الفانكشن لازم إحنا نستقبل القيمة، ويا إما نستقبلها بمتغير أو نظهرها مباشرة، بينما الكولينج procedures ما بنستقبل القيمة، هو نفس العمل بيشتغله بس ما برجع قيمة حتى نستقبلها. By value by reference، قبل ما نيجي على الجزء الأخير.